عناوين الليلة: عودة الدفعة الأولى من الناجين من عبارة الموت في بحر إندونيسيا. أنا مني وعلي، أنا بدي أرجع أجربها بخصوص الوضع اللي بالبلد. وقبعية تستقبل أبنائها حزينة. دولة مرحبا. الخبراء الدوليون بدأوا تفكيك الترسانة الكيميائية السورية. في الخاص، قتل في لبنان وهرب إلى أستراليا، والعدالة تطلب أموالا. مصاري ما نقدر نعطي بعض الناس حقوقها. وفي النشرة: في ذكرى 6 أكتوبر اشتباكات مع الإخوان. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. من عكار وإلى عكار نعود، غادروها كثرا ورجعوا إليها بلا أنصافهم. غدرهم فقر الريف فوجدوا أن غدر البحر أشد إيلاما، ومن رحلة موت وحياة حطت رحالهم مجددا في عكارهم، في بلاد ابتلت بسياسيها الذين يخوضون المعارك على كل الجبهات ولا يتمكنون من تأمين ناخبيهم وخزانهم البشري. اليوم عاد من تبقى على قيد الحياة في انتظار استرجاع رفات من ابتلعهم البحر وحلل جثامينهم. حزن الشمال استقر في قعر السياسة، فيما يفصل بين الأقطاب السياسيين بحر من المواقف والآراء التي تمنع رسو سفينة الحكومة لتقفز الأنظار مجددا إلى الخارج وتداعياته، ومسار العلاقات من إيران إلى أمريكا فالسعودية، وتطور المشهد الأمني على الأرض السورية الذي يسابق جنيف 2. واليوم أعلن الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي أنه غير متأكد من ثبات موعد المؤتمر في منتصف تشرين الثاني المقبل. والإبراهيمي على دراية فيما يقول، لأن سوريا لم تتأهل بعد إلى التصفيات النهائية لجيوش جهاديين على أرضها، سواء عبر قتالها لهم أو من خلال قتال المجموعات المسلحة فيما بينها. فدول العالم التي لها مساهماتها المسلحة على المسرح السوري تنتظر تفكيك هذه الجماعات وتصفيتها قبل تفكيك الكيميائي، وثمة دول دفعت بمجاهديها إلى الفرن السوري ليحترقوا هناك وينتهي خطرهم على أوروبا وبعض دول الخليج وحتى روسيا ضمناً. قبل ذلك التاريخ لا استعجال على جنيف، وإلا من سيجلس على طاولة التفاوض؟ داعش، القاعدة، أم النصرة، أم التوحيد؟ وغيرهم مئات الفصائل المسلحة التي تتحكم في المنافذ السورية الحدودية. وإذا كانت هناك من نيات دولية وعربية لإنجاح مؤتمر جنيف، فالحل يبدأ من وقف التطاحن والتسلل إلى سوريا وإرسال مزيد من المسلحين ليتقاتلوا على أرضها، وآخرهم دفعة ألمانية من الجهاديين الذين وصلوا مع سيداتهم المجاهدات وهم يعيشون على جبهات القتال مباشرة، كما قال تقرير لديرش بيجل. ولأن الألمان يتمتعون بإحساس مرهف، فإنهم أوفدوا مع بعثة الجهاديين مطربا انضم إلى الثوار، فبات للثورة مغني راب وهوب هوب هو أبو طلحة الألماني، العامل حاليا على تلحين سيمفونيات قتالية في سوريا بعدما أشهر إسلامه بحسب الصحيفة نفسها. طرب سياسي سعودي دندن به وزير الخارجية سعود الفيصل من روما، فرحب للمرة الأولى بالتصريحات الانفتاحية لإيران على دول الخليج، وأشاد بما سماها النغمة الإيرانية الجديدة وإبداء الرغبة في تحسن العلاقات الإيرانية مع دول الجوار وفي الإطار العالمي. لكن روما من فوق غير الخليج من تحت إلى تحت، فإذا اندمجت دول الخليج مع النغمة الإيرانية المستحدثة سيأتيها من يخوفها غدا من طهران ويصور لها إيران على أنها الخطر الأول على جيرانها وليس إسرائيل. مناطق عكار تستقبل أبنائها الناجين من عبارة الموت في إندونيسيا.
إذا كانت العودة إلى الأهل والوطن سبباً للفرح، فمن الصعب على البسمة أن تعتلي وجه العائدين من إندونيسيا، وعلى رأسهم حسين خضر بعدما ابتلع البحر زوجته وأولاده الثمانية، فعاد إلى منزل خاو في بلدته قبعيت. وأنا بوصل رسالتي لكل الناس أنه ما بقى حدا يدا الشغل يعمله، فأنه عصابة ومافيا ما حدا بيعرف مصيره لوين، واللي بيكون رايح من هالرايح لعالم مجهول ما عارف حيله لوين رايح ولا وين جاي. من الأساس كان في بالعبارة مشكلة مشان هيك رجعتوا؟ نحن العبارة أول شيء نحن كنا طالعين بعبارة يا لطيف مصورين لنا إياها وجيبوا لنا صورها طبقين وفيها مقاعد وفيها أكل وشرب وفيها سترات نجاة. نحن لو كان معنا سترات نجاة بس بعبارة المار ما كان يعني يا كان مات واحد أو ما مات حدا على الأكيد يعني. ليش عندنا دولة بالقبل؟ لو عندنا دولة ما رحنا. بس المسؤولين تبعنا للأسف في حدا من الروح قعد بجاكرتا تحت، لا طلع على الزنا ولا قال أنا جاي شارك بجرحكم ولا قال أنا عم أشتغلكم، يطلع يقول لي أنا عم أشتغلك العوض بسلامتك وأنا عم أشتغلك ما فيني شوفك. روحوا قعدوا بالأتولات بجاكرتا. لا طبعا بس سيد حسين صار شغله يمكن يقضيها على حسابي أنا كمان، يعني بعدني لا عم أدفع فوتير، ما خلص دفع فوتير للدولة أبدا، دفعت مصاري ودفعت عائلتي و أسه ربك عليه ما شو بيندفع كمان مبان. الملف لم ينتهي، سنتابع ملف أن الدولة هي التي هي مسؤولة عن حسين، هناك يعني كلام بالمسؤولية، هناك كلام بالتعويضات عن حسين وعن إخوانه، إخوانه في عكار في تبانة في كل الإخوان الذين رافقوه الذين حالفهم حظ بالبقاء على قيد هذه الحياة. فنحن نطالب الدولة اللبنانية بمواكبة هذا الملف حتى أن يقوم حسين وأمثال حسين من هذا الحرمان المظلم في هذه البلدة. رئيس بلدية قبعيت دكتور حمزة عبود الذي وصل مع الناجين من إندونيسيا جدد مطالبة الدولة النظر في واقع العكاريين الذين يدفعون أرواحهم ثمناً لحياة كريمة. جسد بعدين هلأ الطب هونيك عم بيشتغلوا على الدي ان اي وعلى حتى يتعرفوا على جسد، والمفقودين في أظن في كم شخص مفقودين وعدد قليل طبعا. ليش برأيك في هالعدد الكبير من هالبلدة بالذات، يعني 21 من أصل 53 لبناني كانوا من أبعيت من هون؟ لا في ناس مرقت قبل هلا على نفس الطريقة ووصلت، فصار في اجتهاد على الموضوع والناس حبت انه تسير. وعلى بعض الدقائق قليلة من منزل حسين خضر، أسعد الأسعد ناج قبعيتي ثان بدوره فقد أولاده وزوجته وعاد إلى جد وجدة مفجوعين. أنت ومين كنت من عائلتك؟ كنت أنا ومرتي وولادي كلنا فقدت نروحه، ما طملنا شيء. يعني أنا كنت هدفي أخذ عائلتي ومطلع نعيش من برا إيمة من هالفقر ومن هالمصيب ومن هالتعطير بهالبلاد. بأهلا وين بدي روح بقى وين بدي يجي؟ بدي تم بدي عيش بقى هم مع أمي وبي هم بهالبيت. بشكل العقلية اللي عم يدير البلد اللي حولت البلد إلى مركب غارق هي المسؤولية عن هالشي. هذا اليوم نتوقف عند آخر شيء، ليش هالمواطنين وصلوا لحالة اليأس؟ أول شيء في واقع اقتصادي سيء جدا، في واقع أمني سيء جدا، في فقدان الأمل بغد مشرق وبغد واعد. مشان هيك أنا برأيي اللي أخذوا هالمخاطرة الكبرى لا إحنا وصلنا هون بكل أسف لهالحالة اليأس هايدي. أما بلدة البحصة العكارية فاستقبلت أيضاً ابنها الناجي محمد الأحمد. كتير مغامرة وكتير خطرة، يعني منا هينة اللي بيفكر إنه يطلع ويقول إنه هينة بنطلع بالبحر وبنمشي، هي منا بحر أول شيء. أول شيء هذا محيط ويعني وما هي مي سودة منا مي زرقاء، يعني كتير بتخوف. ولك الله يحفظك الجميع أنت ومحمد، والحمد لله هنتني سلامتك الجميع أنت ومحمد. وإذا كان محمد الشاب العازب قد ولد من جديد كما تقول والدته، فإن بعض الناجين الآخرين أصبحت الحياة عليهم أصعب من الموت. الأحياء من ضحايا كارثة العبارة الإندونيسية عادوا، أما من لم تكتب لهم الحياة فبعضهم في برادات مستشفيات جاكرتا وبعضهم الآخر في عمق بحرها على أرض عكار تحتضنهم قريباً وهم أموات بعدما عجزت عن احتضانهم وهم أحياء. من بلدة قبعيت العكارية رونا حلبي، قناة الجديد.
وكان الناجون من عبارة الموت قد وصلوا إلى مطار بيروت الدولي وسط استقبال حاشد. قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لوصولها، حطت الطائرة التي تقل الناجين من العبارة الإندونيسية في مطار بيروت، ودخلوا إلى سالون الشرف في مطار رفيق الحريري حيث كان الاستقبال لهم. واحتشدت وفود رسمية وشعبية لاستقبال الناجين من عبارة الموت، ومن أبرز الوافدين وفد رسمي برئاسة نائب هادي حبيش ممثلا رئيس الجمهورية، النائب علي عمار والنائب بلال فرحات ممثلان عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، النائب خالد زهرمان إمام بلدة قبعيت ووفود شعبية من البلدة وذوو الضحايا. صدنا بيد الأمان ورحنا أستراليا، دلينا بالبحر 5 أيام، دعت فينا القبطان ضيع فينا الطريق، ونحن راجعين على الجزيرة لأنه كان إلا 5 أيام بدون أكل، لا مي ولا أكل. ونحن راجعين على الجزيرة قبل 200 متر أيت موجة قلبت السفينة وتاني موجة كسرت السفينة. ما كان معكم أبدا وسائل اتصال على السفينة؟ لا ما كان في شيء، أعطونا جي بي آر إس خربين، كان معه وصلة خربينة ما كان معنا شيء. بس الشرطة الأسترالية هي طلبت منكم أن ترجعوا؟ لا ما طلبت مني نرجع. لكن ليش رجعتوا؟ ما عاد في مازوت لا بنزين ولا مازوت يكفي الطريق لنوصل على استراليا. وصفها بالفاجعة الكبيرة. وأكيد ما حدا حيجربها من العالم، بس أنا ممكن، أنا مني وعلي أنا بدي أرجع أجربها. بخصوص الوضع اللي بالبلد. بخصوص الوضع والشيء اللي صاير بالبلد، أكيد بدي أرجع أجربها لأنه بطرابلس محل ما أنا ساكن موت. كلها موت، يعني صاحباتي بيكونوا ماشيين معي بيتوفوا والطريق اللي رحت فيها موت هي ذاتها. يعني نحن مع أساس هيك أنه يشتغلوا فينا، على أساس بسطوا لنا الأمور كتير، على أساس نطلع بعبارة أكبر وأزبط وأحسن، بس تاجروا فينا، يعني شافوا الأرخص لألون وانضحك علينا بقلب المي. هي مافيا كبيرة وميليشيات كبيرة عم تشتغل، انضحك علينا بقلب المي. فرد موجه؟ ما كان في موجات عالية؟ هي اجت موجه وزحطتنا تصحيت، قام القارب من تحت ضرب بالرمل وصار واقف. واجت موجه تانية وقلبته كسرته تكسير. ضرب بالرمل؟ ضرب بالرمل ايه، لانه تقريبا نحن صرنا على الشط يعني بعد شي 200 متر. ايه. جزيرة اندونيسية ولا استرالية؟ لا جزيرة الاندونيسية محل موصول. بس كنتوا باندونيسيا يعني رجعين على اندونيسيا؟ ايه رجعنا على اندونيسيا. اوكي شو صار؟ ضرب وقلب وقلبت العالم كلها منها؟ ايه وصار اللي صار. اللي نجا الله نجاه، واللي كم واحد نجا؟ 18 لبناني. ما هو وصلنا على الشط، بس اللي عاركنا واللي موت على الاطفال والعالم الموج القوي اللي على الشط. آه. محل ما عم تقلب الموجه على الشط، هي بتقلب على الشط. ايه بتسحبهم معها؟ ايا كانت المصاعب والمشاكل في لبنان او اي اضافه سبل العيش، هذا لا يعني ان ذلك يجب ان يدفع اللبنانيين للسفر بصوره غير شرعيه. من الذي يتاجر باولئك الناس؟ يعني مين هي العصابات؟ هل عملتوا تحقيق كدوله لبنانيه كحكومه؟ هذا يعود الى الاجهزه القضائيه المختصه، عليها ان تتابع وتلاحق هؤلاء الذين غرروا باللبنانيين من اجل منافع ماديه. هذا مؤشر على انه الناس وقت اللي راحت على اندونيسيا لتغامر بحياتها كان قدامها عارفة شو المخاطر، وهيدي المخاطر وقت الإنسان بيروح بيخاطر بحياته معناتها وصل لحد اليأس، معناتها الشخص اللي رجع لهون بعد ما عنده أمل يقدر يعيش بكرامته بهذا البلد، وهيدي أنا برأيي مسؤولية على كل الناس وخاصة على هيدي الحكومة. النائب هادي حبيش قال من المطار إن الوجود الرسمي يؤكد تكاتف اللبنانيين في المحن على الرغم من التباطؤ الذي حصل في البداية في المعالجة. من جهته أشار النائب علي عمار إلى أن عكار تعاني من ظلم كبير لناحية غياب الدولة عنها، وهو ما دفع بالمواطنين إلى الهجرة بهذه الطريقة، إشارة إلى أن وزير الدولة أحمد كرامة أكد من اندونيسيا أن 6 لبنانيين كانوا موقوفين لمخالفتهم قانون الإقامة ولم يتسنى لهم اللحاق بالمركب الغريق، سيصلون الثلاثاء إلى لبنان. أما بالنسبة لجثامين الضحايا فالمسألة يلزمها وقت بسبب مقارنة فحوص الحمض النووي. الرئيس نبيه بري يحذر من جنيف من مخطط لتمزيق الدول العربية، ويتلقى دعوة إلى زيارة الكويت.
حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من المخطط المستمر الهادف إلى تمزيق وتقسيم العديد من الدول العربية وإغراقها في سفك الدماء والحروب الأهلية. وقال بري خلال اللقاءات التي أجراها على هامش اجتماعي الاتحاد البرلماني العرب واتحاد برلمانات الدول الإسلامية في المقر الدولي للمؤتمرات في جنيف تمهيدا لبدء أعمال الجمعية العامة للاتحاد الدولي، أن هذا الوضع الخطير الذي يواجهنا كعرب يشكل فرصة الآن لإسرائيل لكي تقتنص الحل الذي تريده لفلسطين، مشيرا إلى أن المخطط الذي تنفذه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس والمسجد الأقصى. وقد عقد الرئيس بر اجتماعا مع رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح بحضور الوفدين البرلمانيين للبلدين، وشرح الرئيس بري الوضع في لبنان وتداعيات الأزمة السورية عليه، لا سيما ما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها حيال تدفق العدد الهائل من النازحين السوريين إليه. وحذر بري مرة أخرى كما عبر منذ سنتين من مخطط لتقسيم سوريا وإغراقها في الفتنة، مشددا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية ومأساة السوريين. واجتمع الرئيس بري أيضا مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بحضور الموفدين المرافقين، وحرص الغانم خلال اللقاء على توجيه دعوة للرئيس بري لزيارة الكويت في أسرع وقت ممكن، مشيدا بالعلاقات بين البلدين. وفي كلمة للرئيس بري قال فيها: أخشى أن نترحم على سايكس بيكو في ظل ما شهدناه ونشهده من فتن ومخطط تقسيمي بات يشكل خطرا حقيقيا على الجميع. وخاطب الرئيس بري رئيس مجلس الأمة الكويتي قائلا: بالنسبة إلى لبنان أريد أن أطمئنكم بأن الوضع الأمني فيه هو من أفضل الأوضاع في المنطقة حولنا عكس ما يشاع لدى إخواننا في الخليج، مبديا استغرابه من القرار لدى الأخوة في الخليج بمقاطعة لبنان. في سوريا المفتشون بدأوا تفكيك الأسلحة الكيميائية، والرئيس بشار الأسد يقول إن مواعيد جنيف 2 افتراضية ومقتل 8 أشخاص في حي بابتومة. بعد القرار الأممي حول سلاح سوريا الكيميائي، بدأ فريق دولي لنزع السلاح الكيميائي تدمير هذه الأسلحة ومنشآت الإنتاج، كما أكد مصدر في الفريق لوكالة فرانس بريس. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: اليوم هو اليوم الأول للتدمير، حيث سنقوم بتسيير آليات ثقيلة على الأسلحة وتاليا تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ والقنابل الكيميائية التي يمكن إلقاؤها من الجو ووحدات المزج والتعبئة الثابتة والمتحركة. وأوضح المصدر أنه لهذه الغاية ستستخدم طرق سريعة تبعا لكل وضع، ومن الخيارات الممكنة تدمير شيء بمطرقة وسحق شيء بدبابة واستخدام متفجرات أو صب إسمنت. وبحسب القرار الدولي من المقرر أن يتم الانتهاء من تدمير الترسانة السورية بحلول منتصف العام 2014. من ناحيته أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هاج أهمية التزام النظام السوري بفترة زمنية محددة لتدمير أسلحته الكيميائية، محذرا من أنه سيواجه عقوبات صارمة في حال عدم التزامه أو مماطلته. الرئيس السوري بشار الأسد اعتبر من جهته في حديث لصحيفة تشرين السورية في ذكرى 40 لحرب تشرين التحريرية أن موافقة سوريا على المبادرة الروسية بشأن السلاح الكيميائي لا علاقة لها بالتهديدات الأمريكية ولم تكن تنازلا لمطلب أمريكي، وهذا المطلب لم يكن موجودا أساسا، بل أن الاتفاق الروسي الأمريكي على نزع السلاح الكيميائي كان مبادرة استباقية بالتوافق بين موسكو ودمشق، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيجعل سوريا أكثر اطمئنانا. وشدد الأسد على أن سلاح التدمير الشامل الحقيقي المستخدم ضد سوريا الآن والذي يجب ردعه هو سلاح التطرف والإرهاب. وفيما يتعلق بمؤتمر جنيف 2، أوضح الأسد أن المواعيد التي طرحت سابقا لهذا المؤتمر هي مواعيد افتراضية وغالبا طرحت من الإعلام، يعني عمليا لا يوجد طرح محدد من أي دولة، معتبرا أن كل يوم هو مناسب لمؤتمر جنيف وأنه لا توجد لدينا شروط سوى عدم التفاوض مع الإرهابيين وإلقاء السلاح وعدم الدعوة للتدخل الأجنبي. الشرط الأساسي أن يكون الحل سوريا وأن يكون الحوار سياسيا.
أما إذا كان الحوار هو حوار بالسلاح فلماذا نذهب إلى جنيف؟ أما المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي فأعلن أنه غير متأكد من عقد مؤتمر جنيف بشأن سوريا في منتصف التشرين الثاني، ويتعين أن تشارك المعارضة السورية ونظام دمشق فيه من دون الشروط المسبقة بحسب الإبراهيمي. ميدانيا قتل 8 أشخاص وأصيب 27 آخرون بجروح في سقوط 3 قذائف هاون أطلقها المسلحون على تقاطع المشفى الفرنسي في منطقة القصاع في حي بابتومة، ما أدى كذلك إلى تضرر كنيسة الصليب المقدس. وتعد الكنيسة التي تتبع لبطريركية الروم الأرثوذكس من أكبر الكنائس في سوريا، ويعود تاريخ بنائها إلى 30ات من القرن الماضي. وفيما خص الصحفيين الفرنسيين المخطوفين في سوريا منذ 4 أشهر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنهما على قيد الحياة، وقد أعلنت لجنة الدفاع عنهما أن مسلحين مقنعين خطفوهما شمالي حلب. بسلاح الحق البتاري سنحرر أرض الشيشان. من مطرب راب إلى مقاتل في سوريا، التحق مطرب الراب الألماني ديزو دوغ الذي أعلن إسلامه منذ فترة وأصبح يلقب بأبو طلحة الألماني مؤخرا بالمجموعات المسلحة في سوريا، ليقاتل الآن في صفوف كتيبة المهاجرين المتشددة في ريف اللاذقية. ونشر لأبي طلحة الألماني فيديو على يوتيوب يظهر فيه وهو يرتدي ثياب المقاتلين الجهاديين على نبع مياه في ريف اللاذقية. كذلك وصل إلى سوريا الداعية الإسلامي أبو آدم الألماني بهدف إقامة دولة الخلافة الإسلامية المزعومة. ويعتبر أبو آدم من الدعاة الألمان المشهورين وأصحاب التجارب المسلحة، ولا سيما في أفغانستان، وكانت تربط علاقة وطيدة مع الشيخ أبو العولقي أحد رموز تنظيم القاعدة. وأبو آدم اسمه الحقيقي سيفن لاو، وهو ولد لأب مغربي لكنه نشأ نشأة غربية ولم يعرف في صغره سوى المسيحية دينا، لكنه اعتنق الإسلام عام 2004. هذا وأكدت مصادر ألمانية تزايد عدد الجهاديين الألمان الذين تركوا بلادهم وتوجهوا إلى سوريا للقتال. في ذكرى 6 أكتوبر احتفالات واشتباكات مع الإخوان توقع عددا من الضحايا. تقرير من القاهرة للزميلة منى عشماوي. باسم مصر وباسمي أنتهز هذه الفرصة لكي أحمل لكم تحية الشكر والعرفان من شعبكم. 40 عاما فتية مضت على ذكرى انتصار حرب أكتوبر وضحد العدو الإسرائيلي وتفتيت أكاذيبه على قوته وخط بارليفه الذي لا يقهر، فإذا بالمصريين يقهرونه في 6 ساعات في عام 1973 لتصبح كافة الرمال على الأرض المصرية هي رمال حرة أبية، والتاريخ بل وصناع النصر الأبطال ما زالوا يروون الحكاية حتى اليوم لجيل من الشباب يأخذ العظات ويصنع المعجزات ويهدي لمصر الثورة تلو الأخرى. شعور بالفخر، شعور بالنصر، شعور إن احنا خلاص بقى يعني انتهينا من الوضع اللي احنا قعدنا فيه 7 سنين وإسرائيل قدامنا قاعدة تستحم في قناة السويس يعني. فكان شعور لا يمكن أوصفه أبدا يعني. وأنا كنت قائد للسرية في النسق الأول، فمجرد ما رجلي حطت على الضفة الشرقية لا يمكن وصف الشعور إيه، لا يمكن، ولكن لن ينسى يعني. 40 سنة ما نقدرش ننسى. عندنا بالقوارب الأول كان كل قارب فصيل، عندي كان عندنا 3 قوارب، كل قارب فيه 10 أفراد، فبنعدي بال3 قوارب المية، بنعدي الناحية التانية وبنطلع، طلعنا الستر الترابي قبل ما طبعا يهدم، كنا بنطلع رجلنا وشنين المدافع طبعا والزخيرة والقنابل على ايدينا وعدينا البر التاني. الشعب المصري فاق وابتدى وهيصنع مستقبله، وانا اقول لكل شبابنا اللي بينتموا الى الاخوان المسلمين، الى هذا، الى جماعة الاخوان، بقول لهم شبابنا ستكتشفون مستقبلا انكم كنتم مخدوعين. مصر في حاجة إليكم كما أنتم في حاجة إلي. شتان ما بين الاحتفال بأكتوبر على طريقة محمد مرسي في عهده منذ عام، حيث مشى في عرض عسكري يتباهى بنصر السادات، بل ويكون من ضيوف الاحتفال قتلة السادات، آل الزمر، وقادات الجماعات الإسلامية والتكفيرية،
الذين وقفوا بالمرصاد للسادات وأنهوا حياته في عرض عسكري يحتفل فيه السادات بنصر أكتوبر. نعم، فرق شاسع بين احتفال المعزول مرسي واحتفال القوات المسلحة بهذا النصر اليوم. حيث الاحتفالات والعروض العسكرية في البر والبحر والجو، وعروض غنائية تنظمها وزارة الثقافة والشؤون المعنوية بالقوات المسلحة. ويحيي هذه العروض في المساء كبار المطربين والفنانين وسط تهديدات من قبل أنصار المعزول مرسي بأن يكون 6 أكتوبر يوم الفرقان وهزيمة للجيش والداخلية في ساحات الميادين المصرية، لتبدأ الاشتباكات في بعض المناطق بين أنصار المعزول والأهالي الذين يتطلعون لخارطة طريق المستقبل ويطلبون من الفريق السيسي الترشح للرئاسة، يحملون صوره بجانب صور عبد الناصر والسادات. نقول للإخوان المصريين والعرب والأجانب ارفوا منكم، احنا المصريين 2012 ما احتفلناش ب 73 لان ما كانش فيها راجل قاعد عشان يحتفل ب 73. عمرنا ما نسيب حقنا، مرسي رئيسنا، وهنفضل نطالب بالشرعيه وبالشريعه وباذن الله مش هنسيب حقنا، وهنفضل مكملين وعمرنا ما تنازل ابدا عن حقنا. هننازل عشان بنقول للسيسي فين التفويض، فين الناس اللي فوضوك وفين الشعب كله في الشارع، الشعب كله في الشارع بيأيد الشرعيه وبيأيد عوده الدستور وعوده الرئيس مرسي. انا مش هقول غير كلمه واحده، ربنا يخلينا السيسي والجيش المصري كله والشرطه. في الثانية وخمس دقائق هي ساعة الصفر للعبور، واليوم في الذكرى 40 لنصر أكتوبر يخرج الملايين من المصريين لأول مرة بعد هذا النصر يحتفلون في كافة المحافظات والميادين المصرية. منى عشماوي الجديد من محيط قصر الاتحادية بالقاهرة. رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي طالب الضباط في الجيش والشرطة والمجندين بعدم طاعة أوامر قادتهم، فيما دعا المصريين إلى الخروج في مظاهرات داعمة لجماعة الإخوان المسلمين. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها من مسجد في العاصمة القطرية الدوحة، دعا القرضاوي المصريين جميعا إلى الخروج وخاطبهم قائلا: قفوا مع إخوانكم ضد الظلمة، هؤلاء سيقضون عليكم، فاخرجوا أيها الشرفاء. وأضاف: الرئيس مرسي مخطوف وليس معتقلا، ووجه حديثه إلى الجنود والضباط في الجيش والشرطة بقوله: الله سيحاسبكم على كل قطرة دم تريقونها، يا جيوش المسلمين حرام أن تقتلوا إخوانكم وأن تطيعوا من يجندوكم لقتل إخوانكم، ارفضوا هؤلاء واسألوا النصر لجند الإسلام الحقيقيين والمعتقلين، واسألوا الله أن يأخذ كل هؤلاء الظالمين في مصر وليبيا وسوريا واليمن وتونس وفلسطين ممن يقاومون الإسلام والحرية والعدالة. ورأى أن مصر الدولة التي طالما رفعت راية الإسلام وخرج منها العلماء للدعوة هي الآن تحارب الإسلام. أهلا بكم من جديد. الفقر في لبنان يقتل مرتين والقاتل يبقى حرا. تحقيق للزميلة ليا الموسى. أنا بطلب من الدولة تجيبه لأنه إجا قتل لي ابني، صح؟ إيه، بدي تساعدون وتساعدني الدولة لأنه ما قتل لي ابنه، ما حدا سألان عننا. طيب ليه؟ مش حرام؟ لن تكفكف الدولة الدموع عن وجه هذه الأم على الرغم من معرفتها المتهم بقتل ابنها ومكانه. فقاتل محمد جوني الذي اقترف جريمته في بلدة الغازية في 3/12/2012 فر إلى أستراليا، والدولة لم تتحرك لاسترداده من الخارج، ولن إلا إذا دفع أهل الضحية مبلغاً قد يصل إلى أكثر من 15,000 دولار. فهل يعقل ذلك؟ بس بدنا نسترد هيدا الشخص، الدولة اللبنانية ما حتتحرك وتروح منا لحالة تسترده لهيدا الشخص، يعني تروح تقول انه انا هذا الشخص بدي اياه. ففي مبلغ معين، يعني مش انه عم بحكي عن حالنا نحن، عم بحكي عن عيال تانية وعن جرائم تانية. هو هيدا المجرم لو ما انه عارف انه هيدي النقطة بالذات انه الدولة اللبنانية ما حتتحرك تسترده، ما كان هرب وكان عمل كل، يعني كان هرب على أستراليا وكان ضل هونيك وكان مثل مأمن حاله هو هلأ هونيك عايش حياته طبيعي بيسرح وبيمرح وعادي. أنا بطلب يعني من الدولة اللبنانية أنه تحافظ على المواطنين تبعولها مثل بقية الدول، تسترد هيدا المجرم يلي ارتكب الجريمة أو تساعد الأشخاص
أغلبية الأشخاص وأغلبية الجرائم وصلت لهيدي النقطة ووقفت عند هيدا الحد، ما قادرة تسترد المجرمين يلي عم يسرحوا برا ويمرحوا كرمال مبلغ معين من المال يعني. إنها ثغرة جديدة في تطبيق العدالة اللبنانية، ووزير العدل يراها منافية للمنطق ولحقوق الإنسان. هذا موضوع الحقيقة هلأ بتلفت نظري لشيء أساسي عم مستوى حقوق الإنسان، لأنه بالنتيجة مش بس حق الموقوف، حق الضحية كمان، ما هي كلها حقوق إنسان، يعني حق الضحية بالعدل، حق الضحية أو والدة الضحية تكون تاخد عدل لابنها. يمكن الواحد لازم يفكر فيهم. بيني وبين نفسي بحس كتير مزعوج انه بسبب مصاري ما نقدر نعطي بعض الناس حقوقها. المشكلة اللي عم بيصير انه اذا بدك تسترد هلا بتحكي باستراليا، الدولة اللبنانية او القضاء اللبناني طالب استرداد شخص ارتكب جرم بلبنان وهرب على استراليا. انت بدك تأمني تكت روحة رجعة للشرطيين اللبنانيين، تأمني لهم إقامتهم ليلة أو ليلتين ماكسيموم هونيك، وتأمني بنفس الوقت أنه نقل المطلوب استرداده بالطائرة من البلد الأجنبي إلى لبنان. طيب هذه إلى أكلاف وزارة العدل مع الأسف ما عندها أموال، من هيك بيطلبوا من الأهل أنت أمن لي النفقات. وأنا ما معي مبلغ أدفع هالمبلغ كله، ما معي جربة الأطياب بالما يفل. لا أنه كيف أنا بترك المجرم لا لا لك معي حق. في مشكل مالي، مش مفترض صاحب العلاقة المتضرر خلينا نسميه أو الضحية أنه هو يتحمل بظهره كمان. هذا الحق والمنطق هيك بيقول. الواقع بتأسف مش هيك، لأنه الوضع المالي للخزينة اللبنانية لا يسمح بإيجاد أي موازنات إضافية، يعني عندنا أمور أساسية ما عم نقدر نأمنها. إذن اقتل فقيرا واهرب من لبنان، تبقى في أمان. ليال بوموسى، قناة الجديد. مرصد حقوق المعوقين يبدأ عمله، وتمنيات ألا يقتصر دوره على إحصاء التجاوزات. تحقيق لزميل ناصر بلوط. هل هذه هي دولة القانون؟ لم يمل معوقو لبنان على اختلاف إعاقاتهم من الاعتصامات والمطالبة بتنفيذ أبسط حقوقهم المهدورة، لكنهم بلا شك ملوا من الوعود التي قدمتها وما زالت تقدمها الدولة اللبنانية لهم، متجاهلة أن بينهم المئات ممن لم يلتحقوا بمدرسة أو بسوق عمل، ناهيك عن انتهاكات بالجملة لأبسط حقوقهم المدنية. هذا الأمر دفع باتحاد المقعدين اللبنانيين بالتعاون مع شبكة من الجمعيات والقانونيين إلى إنشاء مرصد حقوق المعوقين المسؤول عن رصد التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الشخص المعوق وإحالتها على المرجعيات اللازمة. هيدي الشكاوى بعد ما تنجمع وبتطلع بتقرير رصد مثل ما طلع بتقرير رصد 2012 بتروح بكذا اتجاه. هلا اول شيء من رفع التقرير لوزير الشؤون، لانه بيتضمن كذا توصية حسب كل باب انه شو لازم ينعمل، بلس انه هيدي اللجنه في لجنه توجيهيه بالمرصد اللي هي مؤلفه من هودي الشرك اللي كنت عم بحكي انا وياهم، بحطوا خطه عمل مطلبيه بناء على نتائج التقرير، بيروحوا فيها زيارة للوزراء المعنيين أو الجهات الرسمية المعنية تضغط بنحو تطبيق مثلا المواد القانون اللي هي بعد مش منفذة. يعني الشكاوى اللي عم تجي على كل بواب القانون. لا يثق المعوقون كما مختلف اللبنانيين بالدولة اللبنانية، ولذلك يسأل معظمهم عن جدوى تقديم الشكوى للدولة في ظل غياب الثقة بمؤسساتها ووزاراتها. كيف بنضمن؟ نضمن انه بنحنا المرصد عم نأسسه مشان يستمر مع وائل بوفاور او غير وائل بوفاور كوزير شؤون. هيدا الآلية اللي عم بحكي لك عنها. فهيدا الآلية اللي بدها تتمأسس وتستمر، والضغط رح يكون على وزارة الشؤون يعني مع الوزير الحالي او بدونه. يعني ريمان تلقت تدريبات في ورشات عمل اقامها المرصد لكيفية الرصد وتسجيل الانتهاكات. أنا فالونتير بالمرصد، عم نشتغل على تطبيق القوانين قانون 220 على 2000، عم نشتغل على تطبيقه لأنه في كتير مواد وفي كتير انتهاكات لهول المواد، فنحن عم نشوف شو هي هيدي الانتهاكات كرمال نقدر نوصلها للجهات المعنية. يتمنى المعوقون في لبنان ألا تقتصر مهمة هذا المرصد على الرصد، بل تتخطى ذلك إلى محاولة محاسبة المسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات اليومية لحقوق المعوقين. ناصر بلوط، قناة الجديد.
جراح القلب اللبناني الدكتور جابرييل غريب اختير أفضل جراح بين 200,000 جراح في فرنسا. من بين 200,000 طبيب في فرنسا اختير جراح القلب اللبناني الدكتور جابرييل غريب كأبرع جراح من بعد تحقيق أجرته مجلة كابيتال في عددها الصادر في شهر تشرين الأول. وقد استغرق هذا التحقيق العلمي مدة عام تم خلاله استطلاع ذوي الاختصاص وعددهم 150 بينهم حوالي 100 طبيب حول مهارات القطاع الطبي في فرنسا. هيدي لأول مرة بفرنسا كان شيء محصور هيدا بيعملوا بالمارس للبراتيشين للحكم، هاي لأول مرة، هاي أول شيء. أنا مبدئياً عملوا إحصاءات على نحن تقريباً بفرنسا في أكثر من 200,000 طبيب، وعملوا إحصاءات على 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 150 إكسبير، أخذوا من هال 150 إكسبير عدوا 900 اسم حكمة بفرنسا. من هال 900 اسم اللي اختاروهم هالإكسبير تبون فرنسا، بكل اختصاص أخذوا الاسم يلي ورد أكثر من 3 مرات من هالإكسبير. طيب انتخابك شو بيعني حكيم؟ انتخاب أول شيء فخر للبنان، سيتريز امبورتون، هيدا أهم شيء، لأنه بفرنسا ما فرقني معي كثير، يعني القصة فخر للبنان، هيدا سيلوكيز امبورتون. وتميز الدكتور الغريب بأنه يزرع شرايين القلب من دون الحاجة إلى إجراء عملية التنويم الاصطناعي، بينما البروفيسور الذي احتل المرتبة الثانية يجري العملية بواسطة التنويم وهي شائعة في كل أنحاء العالم. هذا الإنجاز وهذه التقنية الجديدة، المرضى اللبنانية كيف بده يستفيدوا منك بهالقصة؟ لك انا ما بدي شغله، ما بدي اخوف العالم اكيد، لا هلا الطريقه العاديه يعني مثل ما بقولوا الطريقه بالفرنسيه الكونفنسيونيل، الطريقه زراعة الشرايين بالقلب اللي عم تعمل بشكل كونفنسيونيل ماشي حالها، يعني ما لازم العالم تخاف، عرفت شو الطريقه اللي عم نعملها نحن شيء تبع انت تستفيد فيها، بدها تريننج، بدها تدريب، بدها. طب حضرتك كيف قادر تفيد بهذا الموضوع؟ هل مساعد ترجع لبنان بهذا الاطار تحت ليش لا؟ يذكر أن الدكتور غريب استقر في بوردو منذ عام 75 وهو من مواليد الرميل في بيروت، وبعدما انتقل إلى أقسام الجراحة العامة في العديد من المستشفيات الرسمية في فرنسا تخصص في جراحة القلب، وانتقل منذ سنوات إلى القطاع الطبي الخاص وفتح عيادته الخاصة، وهو شقيق الزميل سعيد الغريب. النساء اللبنانيات على مقاعد مجلس النواب ليوم واحد، تحقيق للزميلة يمنى فواز. تغير مشهد مجلس النواب اليوم واجتاحت قاعته العناصر النسائية اللواتي ما اعتدن الجلوس على مقاعده باستثناء قلة قليلة لا تتعدى أصابع اليد، فأتت الفرصة عبر ندوة نسائية تعقد للمرة الأولى حضرها أكثر من 128 امرأة، وغابت عنها النائبات في البرلمان اللبناني الحاليات والسابقات. نظمت الندوة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع السفارة الإيطالية في إطار مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحكم والتنمية، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور وممثل رئيس مجلس النواب ياسين جابر والسفير الإيطالي في بيروت جوسيه مورابيتو، حيث ألقى كل منهم كلمة. وعلى الرغم من الحضور النسائي الطاغي كانت لهن كلمة واحدة فقط وصمح بعدد من المداخلات. أنتم عارفين أنه في كم من الدراسات لا تعد ولا تحصى، ونحن نعرف شو المشكلة، نقالت واضح أنه ليس هناك مساواة بين الرجل والمرأة تحديدا بالعمل السياسي، فوقت بتطلع بتشوف فيها الأد دعم تقنى للبنان، فيها الأدى حركة نسائية متخصصة فاعلة، وفيها الأدى وضوح بالنص بالدستور وبالقانون، فإذن شو المشكلة؟ أعتقد أن المشكلة هي مشكلة إرادة سياسية. وبعيدا من قاعة المجلس النيابي، اعتصم في باحة البرلمان عدد من النساء اللواتي رفضن المشاركة اعتراضا على سير تنظيم الندوة، لأنه تم إقصائنا وتم مصادرة حريتنا بالتعبير عن رأينا وبالحكي عن قضايا أساسية بتهم المواطن اللبناني. قبل 24 ساعة تم الاتصال فينا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، تم إلغاء أكثر من 15 مداخلة لنساء مرشحات على الانتخابات بحجة أنه رئيس بري رح يحضر الجلسة وبحجة الوضع الأمني، وهيدا اكيد كحجه ما بيقنعنا. اضافه انه مش بس نحن النساء هون اللي تم اقصاء كلماتها، في عدد كتير كبير من النساء بس فضلوا انه يكونوا عم يعترضوا من داخل البرلمان. الموقف الاساسي اللي نحن عم ناخده هون هو موقف تكريس الحق المقدس بحريه التعبير، في حين اكد وزير الشؤون الاجتماعيه انهم لم يتدخلوا في فحوى المداخلات. لم نتدخل في فحوى اي كلمه، ثالثا لا حق لنا بمنع اي كلمه،
الأمر الوحيد الذي حصل أن هناك عدد من المرشحات للانتخابات لواتي طلبنا أن يتحدثنا بصفة مرشحات، قلنا لا فليتحدثنا بصفة ناشطات لأنه ليس هذا منبر انتخابي، هذا هو العبر الوحيد. وعلى كل حال أنا أصريت داخل الجلسة أن تعطى المساحة الأكبر للناشطات ولهيئات المجتمع المدني على حساب الأحزاب. كل القضايا اللبنانية من دون استثناء جرى تداولها في الندوة، والبعض فضل لو أطرت القضايا بحقوق المرأة لعلهن كنا قد خرجنا بتوصيات على الأقل. أمهات لبنانيات يعتصمن مجددا للمطالبة بحقهن في إعطاء أولادهن الجنسية. المشهد نفسه يتكرر كل عام وفي أيام ومناسبات عدة ومن جهات حقوقية مختلفة تعنى بحقوق المرأة وتحت عنوان واحد، حق المرأة اللبنانية في إعطاء الجنسية لأطفالها. مجدداً اعتصمت أمهات مع أولادهن غير المعترف بهم، بعضهم محروم الجنسية والبعض الآخر بلا قيد، وذلك تحت عنوان ما يحق له يحق لي، بتنظيم من جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسانية مصير في منطقة الصنائع في بيروت، حاملين لافتات بشعارات متعددة: أنا مثلكم، لماذا أنا مكتوم القيد؟ فكوا قيدي مثل قيدكم. لا شحادة ولا منية، أنا بدي الجنسية. وتلا رئيس الجمعية بياناً أشار فيه إلى قرار التجنيس 112 ومقارناً بين المعتصمات والأجنبيات اللواتي كانت لهن الأفضلية في الحصول على الجنسية اللبنانية. خوفانين من توطين الفلسطينية. طيب كيف جنسوا 15 ألف امرأة فلسطينية جوازت لبناني؟ هيدا مش توطين؟ واللي أضرب من هيك أنه عم ياخدوا منا الجنسية الفلسطينية مع بلش عليها. ما عم نقول انه فخامة الرئيس ما له الصلاحية يمنح حدا جنسية اذا عمل خدمات ذات شأن للبلاد، بس فينا نتساءل انه وين هو الخدمات وشو هن اللي تقدموا للجماعة. ومن المفارقة انه كمان في ام اخذت الجنسية هي وولادها وهي اجنبية. طب هل معقول الام اللبنانية بعد لهلأ عم تعاني لتحصل على اقامة؟ وأكد البيان استمرار المطالبة بهذا الحق، كما دعا إلى اعتبار 2014 عام المرأة اللبنانية كاملة الحقوق ومواطنة من الدرجة الأولى. بعد نشر خبر فصله من حركة فتح، خرجت مسيرة في مخيم عين الحلوة داعمة للعميد محمود عبد الحميد عيسى الملقب باللينو، ضمت عشرات المسلحين وعددا كبيرا من الأهالي المناصرين له، وجابت شوارع في المخيم وسط هتافات تطالب بعودته وبالرجوع عن قرار الفصل، وقد رفعه المتظاهرون على الأكتاف، كما غص منزله بوفود شعبية مؤيدة له. هذا وأكد اللينو أنه لم يتسلم أي قرار لا خطي ولا شفهي بفصله. مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تدشن بيت المحبة للمسن التابع لجمعية مر منصور في منطقة الفرزل البقاع. دشنت الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي بيت المحبة للمسن التابع لجمعية مار منصور في منطقة الفرزل البقاع، بعدما قامت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية بتجهيزه، حيث كان في استقبالها رئيس المركز حنا منصور وراعي أبرشية الفرزل وزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش والنائب إليس كاف. أنا مدينة لهذا البقاع بزوجي ماجد حميدي، هذا الفارس العاصي قاوم الاحتلال السوري عندما خضع له كل سياسي لبنان بما فيهم أشرس المعارضين للنظام اليوم، والفرزل الشاهدة الكبرى فطريق عنجر تمر من هنا. أهلي في البقاع، يكمن الخطر الأكبر على لبنان إذا لم نجابهه ظهور الأفواج من الجماعات الإسلامية ولاؤها للطائفة وليس للوطن. ومقابل هذا بدأنا نسمع نغمة مسيحية جديدة ألا وهي الفيدرالية، أتت كردة فعل فمن جمال عبد الناصر إلى حافظ الأسد مرورا بأبو عمار، عانت المسيحية من انتقاص لدورها وبالتالي تقلص وجودها، ولكن المسيحيين مع الأسف وجدوا فيها نوعا من الاطمئنان والتخلي عن الشريك المتعب. وهنا يذكر تاريخ لبنان سنة 1944 وأثناء انعقاد مؤتمر الإسكندرية،
رفض رياض الصلح أي نوع من الفيدرالية لأنها برأيه ستقسم لبنان، وقد تمكن والد رياض بقرار رجل واحد مقاومة هذه الضغوطات بقوة الميثاق الوطني. هكذا كان الاستعمار ولم يزل، إنما هكذا كانت الرجال ولم تبقى. يختلفون عند الولاء ويجمعون على الفساد، بالدين منقسمين وعلى الغاز موافقين. وتذكروا يا أبناء الفرزل أن لبنان حقيقة تاريخية لن ينال منها لا حزب ولا تيار ولا حركة ولا وسط ولا تكتل ولا جماعة. وتسلمت الوزيرة الصلح درعا تقديرية، بعدها قامت بجولة على المستوصف بيرافقها رئيس الجامعة الأمريكية اللبنانية الدكتور جوزيف جبرة ورجل الأعمال ميشيل ظاهر والعميد جون فرح ورئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير وعدد من فعاليات المنطقة والأهالي. وأقام رئيس بلدية الفرزل مأدبة غداء على شرف الوزيرة الصلح. أهلا بكم من جديد. نجت السفيرة الألمانية في اليمن من محاولة خطف في حي حدة دبلوماسي في صنعاء، فيما قتل حارسها الشخصي في العملية. وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس أن السفيرة الألمانية كارولا مولر هولكامبر تعرضت لمحاولة خطف بينما كانت تتسوق في أحد المتاجر في حي حدة جنوبي صنعاء والذي يضم عددا من السفارات الأجنبية، وقد نجت من محاولة الخطف فيما قتل حارسها الشخصي في أثناء مقاومته للمهاجمين الذين تمكنوا من الفرار، وقد فرض طوق أمني بشكل كامل على المنطقة التي حصل فيها الهجوم. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. عودة الدفعة الأولى من الناجين من عبارة الموت في بحر إندونيسيا. أنا مني وعلي أنا بدي أرجع أجربها بخصوص الوضع اللي بالبلد. وقبعية تستقبل أبنائها حزينة. لو عنا دولة ما رحنا. الخبراء الدوليون بدأوا تفكيك الترسانة الكيميائية السورية. وكان في الخاص قتل في لبنان وهرب إلى أستراليا والعدالة تطلب أموالا. بسبب مصاري ما نقدر نعطي بعض الناس حقوقها. وكان في النشرة في ذكرى 6 أكتوبر اشتباكات مع الإخوان. هذا كل شيء حتى الساعة. موعدنا الإخباري التالي يتجدد في تمام 11:30. إلى اللقاء بإذن الله.